اتفضل يا عمو. يا ابويا انا اللي فاضل لي 4 سنين مع المعاش. بناخد 480 جنيه. تمام. ما طلبنا على حظنا. انا اصلا واقف بتاع بنك ما بصرف للمرتب بتاعي. قال يا ابني ايه ده بعيشوك ازاي؟ والله ما قادر ندفع دروس لعيال ولا ندفع ايجار ولا عارف ناكل عيالي ولا اصلا انا عارف نعيش خالص. تمام. طلبنا على حظنا 10 جنيه ولا 20 جنيه بدل بتاع غذا وجبه. قال لك 2 جنيه ونص. حد رغيف ما حطلوش طعميه رغيف بعد ما كانوا وعدوكوا ب 10 جنيه. وعدونا ب 10 جنيه رجعوا في كلامهم. قالوا 2 جنيه. 2 جنيه. ولا جن لي واللي هو هرب منينا ومش عارفين نعيشوا خالص على كده. العيال العيال مش قادر نجيب حته من طلع العيل يلبسها. نمره واحد يتحل الاتحاد المسامين. هم نشوف حقنا فين. قد المخاطر يدينا على قد الشغل بتاعك. تمام. احنا مش عايزين 100%، احنا عايزين اكثر من 100%. انتوا بتاخدوا الناس اللي بتمخاطر 35% من الاجر الاساسي؟ شامل. لا شامل. 35 على كل. تمام. لما حصل كلامه بتاعهم مزودنا 20 جنيه. رغم ان انتوا في 13 حالة وفاة في خلال سنتين. 13 حالة وفاة ما حصلتش في اي شركة في جهة سويس. و20 اصابة. ما حصلتش في اي شركة في جهة سويس. عم سالم كان هنا جيب نفسك. ماشي. وغير اللي متعور وقاعد في البيت. احنا بنكلمك على اللي ميت. تمام. 12 واحد دول ماتوا. تمام. فاحنا عايزين حقنا. طب والنقابة العامة طبعا النقابة بتاعتنا. النقابة ملهاش دعوة. النقابة قاعدة في البيت. كل واحد من النقابة قاعد مكان وقاعد مستريح. هو واحد اللي ياخدوا مننا فلوس وياخدوها بيقسموها على بعضيها. هو واحد اللي هو عامل النقابة. فتحي يوسف هو اللي واقف معانا. واحمد اسماعيل. واحمد وبيحاربوه. تمام. وبيحاربوه وواقف معانا عشان يجيب لنا ال 10 جنيه من 4 ايام ساعة الشغل. جو من امبارح قالوا له مفيش 10 جنيه 2 جنيه. الراجل قال له انت ضحكت على العمال وبتضحك علينا. طيب كلمنا شويه يا استاذ خالد عن الدرجه السته اللي انتم مربوطين عليها من زمان دي. من 19 تعيين 2005. من 2005 ومن 2000 احنا ما فيش حد واخد اي درجه. من ساعه ما دخلت 94 شركه. من ساعه ما دخلت 94 وانا على الدرجه السته. الاستاذ احمد دلوقتي سامي احمد بيومي اللي هو مسؤول قال لك انتوا قابضين كل حاجه. هم اكيد طبعا ايه فضحوا خيرها دلوقتي معاهم. احنا من الاخر كده عايزين حد يسعي يبقى هو اللي يطلع يحاسبهم. هم الناس دي هيكلفتونا. احنا عايزين حد هم اللي يحاسبوه. مستشار محامي اي ناس تكون واسطه هم اللي يحاسبوه وهم يطلعوا حقهم. لو اي حد طلع من الشركه دلوقتي ما عادش بياخد ايه من الصندوق؟ بياخد 5000 جنيه 6000 جنيه. اي شركه تاني بياخد له 70000 جنيه. النهارده بياخد ايه العامل بتاعنا؟ الله اعلم. انتوا عايزين تقولوا ايه كلمه في الاخر؟ عايزين نعيش.